إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا. بهذا البث المباشر الليلي مباشرة من مدينة بن سليمان، متابعي الكرام، ضباب كثيف في هذه الأثناء، ضباب كثيف يجتاح مدينة بن سليمان، متابعي الكرام، واحد الضبابية قوية وبزاف في هذه اللحظات بمدينة بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، فانتم كيف داير الجو عندكم؟ فواحد الضبابة كثيرة في هذه الأثناء بجل شوارع مدينة أو بإقليم بن سليمان. شوفوا الضبابة كيف دايرة متابعينا الكرام. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أنتم معنا في بث مباشر ليلي مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا ضباب كثيف في هذه اللحظات متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر الليلي مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. ضباب كثيف متابعينا الكرام في هذه اللحظات بمدينة بن سليمان، وانتم كيف داير الجو عندكم في المدينة ديالكم؟ روميو، السلام عليكم. السلام رشيد لمزابي، تحية ليك خويا. إذا متابعينا الكرام، أجواء ليلية ضبابية في هذه الأثناء كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، ضباب قوي وكثيف في هذه اللحظات متابعينا الكرام كيفما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. الليلي مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. أجواء ضبابية، أجواء ليلية ضبابية كثيفة في هذه الأثناء متابعي الكرام، ضباب كثيف بمدينة بن سليمان. وانتم كيف داير الجو عندكم في مدينتكم متابعينا الكرام؟ ملاك المداني، كيف داير الجو عندكم في كازا ملاكتي؟ روميو وجولييت من الجزائر، تحية ليك، حنا خوا خوا خويا روميو وجولييت. فأجواء ضبابية ليلية كثيفة في هذه الأثناء، من أجواء باردة وضباب كثيف في هذه اللحظات. اسمعي خويا، عليكم السلام، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. لطيفة، مساء النور، مساء الخير لطيفة. لمياء، لوراوي، تعطينا اش من مدينة؟ ضباب اش من مدينة اختي؟ إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، بن سليمان، نعم حنا كذلك بن سليمان. إسماعيل برشيد فات ضبابة كذلك خويا إسماعيل. إذا ضباب كثيف بمدينة بن سليمان، إسماعيل برشيد، نعم مقونة، مقونة قالت مقونة، نعم سفيان تحية ليك. السلام عليكم من بروكسل، تحية ليك. كريمو زاكورة، كيف داير زاكورة خويا كريمو؟ الجو صايف في المحمدية، نعم لطيفة اختي تحية ليك. الجو عندنا في بن سليمان كيف ما كتشاهدوا في البث المباشر، ضباب كثيف في هذه اللحظات
متابعينا الكرام، طلب كثيف جدا في هذه اللحظات بمدينة بن سليمان. نعم خويا اسماعيل، فضباب كثيف في هذه اللحظات ببن سليمان. سليمان، السلام عليكم من الجزائر، تحية لك خويا سليمان وتحية لكل المتابعين الكرام. حميد، مساء الخير. العلوة، رشيد المزابي، تحية لك. عثمان، عليكم السلام خويا عثمان. إذا كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. ما لكن شوية ديال الضبابة. نعم بن سليمان ضباب كثيف في هذه اللحظات، ضباب جد كثيف يجتاح المدينة الخضراء. ناظور محمد، ناظور فيها ضباب. نعم سعاد، تحية لك سعاد وتحية لكل متابعينا الكرام. لما أجواء ليلية جميلة مباشرة من مدينة بن سليمان، مساء النور ومساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. علاش هاد الضبابة واش غير بن سليمان؟ نعم بديت بن سليمان، الضبابة فيها كثيفة في هاد اللحظات. شوف الجو كيف داير، شوف معنا الجو كيف داير في الليل. الضبابة شحال الضبابة. سميرة، عليكم السلام. مرحبا خويا رضا، ما ديتش ماجيتش فيه. مرحبا كريمو، مزيان اخويا، الله يحفظك، الله يكبر بيك خويا كريمو. إذا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. رشيد خويا تحية ليك. جوف تطوان واعر، نعم تحية ليك خويا. نعم في أجواء جميلة بكل مناطق مروان الحبيب، كذلك الناظور، كذلك في الضبابة، كذلك تطوان فيها الضبابة، كازا شوية للضبابة، بينما بن سليمان ضباب كثيف في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، ربي يعاونك خويا محمد، الله يحفظك، الله يكبر بيك يسرى. واخا ما عرفتش شكون، مرحبا سميرة، وين غادي؟ بجولة ليلية يا اختي سميرة. شوف الضبابة كيف دايرة بمدينة بن سليمان. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. عبد الحق، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا عبد الحق. تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. إذا كنتم معنا في بث مباشر ليلي مباشرة من مدينة بن سليمان. يسرى تحية ليك، مرحبا.
إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.